اللبن بيقعد قد ايه في الفرونه؟ ما انا خايفه ارضعه طبيعي، جسمي يبوظ. وقريت انه لازم ينام كتير مع انه بسهرني طول الليل. وبعدين ابتدي اكله من امتى اصلا؟ انا مش مصدق. ولا انا مصدق. يعني انت متاكده انه نام؟ رضعته وغيرت له وكمان نام من غير التتينة. كمان من غير التتينة؟ لا ده احنا نقوم نتفرج على فيلم. بكاء الطفل كتير لفترات طويلة رغم ان الام رضعته وغيرت له، ده في الاغلب بيكون مغص. مفيش تفسير متفق عليه للمغص، ولكن يرجح ان المغص والم البطن بيكون ناتج عن تراكم الغازات في الامعاء. مش كنت تديله التتينة؟ ما التتينة ضاعت. التتينة بتهدي الطفل، بتلهيه بشكل مؤقت، وبتساعده على النوم. بس مع استعمال التتينة لازم تاخدي بالك من بعض النقط. استعمليها بعد انتظام الرضاعة الطبيعية، وما تخليهاش خط الدفاع الأول لمنع بكاء الطفل، وعقميها كويس وما تفرضيهاش عليه، وخدي بالك إنها مقاسات على حسب سن الطفل. بقولك إيه، أنا عرفت الحل لموضوع المغص ده. الغناء للطفل بيساعده على النوم، أو صوت دقيق طفيف مستمر لإلهاء الطفل، وده بيسموه وايت نويز. ولأن النوم مهم جدا لنمو الطفل، لازم ناخد بالنا انه ما يبلعش هواء اثناء الرضاعه، بانه يكون في وضعيه صحيحه اثناء الرضاعه الطبيعيه، ولو بنستخدم ببرونه نستخدم نوع ما يسربش هواء مع اللبن علشان نحافظ على الطفل من المغص.